برنامجنا هذا سميرة كيتشن وقدم لكم أحلى ولذ الوصفات، أرجو أن تنال إعجابكم. برنامجنا اليوم راح أسوي لكم نوعين من الحلويات اللي دائما تكون موجودة على ميز الحلويات، تقدم بمناسبات خاصة وإن شاء الله راح تعجبكم. نوع واحد راح يكون الشوكولات موس، واللاخ راح يكون رازبري تشيز كيك. لا تنسون أن تشتركون في قناتي حتى يوصلكم كل ما هو جديد من وصفاتي في الأسابيع القادمة. There will be a short recap in English by end of this episode, which is going to be mini desserts. I'm making chocolate mousse and I'm making raspberry cheesecake cups. To purchase my cookbooks, Treasured Middle Eastern Cookbook, مختارات من فنون الطبخ, A Baking Journey, you can email me to order directly from me, schola11@yahoo.com, or you can order from amazon.com. نبدأ وصفتنا اليوم بتحضير الشوكولات موس. هي الوصفة الأولى. هنا أنا عندي حليب هيفي ويبينج كريم اللي هي كريمة الخفق، راح أضيفها في جدر مثل هذا على نار متوسطة، وراح نترك الحليب والكريمة هذه إلى أن تبدي تغلي، بس تقريبا نص دقيقة بس تبدي تغلي راح نشيلها من النار. مثل ما تشوفون الحليب والكريمة قامت تغلي، راح نشيلها من النار، نضيف الشوكولات. هنا أنا عندي أستعمل الشوكولات شيبس، هي تجي هيجي مسوايا هيجي نقاط صغيرة من الشوكولات، بس تقدرون تستعملون أي شوكولات، بس تكسروا شوية حتى بسهولة يذوب ويا الكريمة. راح أحرك إلى أن تذوب قطع الشوكولات كلها. وصفة كلش سهلة التحضير، ومثل ما تشوفون بس احتاجينا اشياء اثنين لهذه الوصفه. الشوكولاته كلها هسه راح نحوله الى اناء زجاجي مثل هذا، راح نتركه بالثلاجه على الاقل لمده 45 دقيقه الى ساعه حتى يبرد شويه، وبعدين نخفقه ويكون حاضر حتى نقدمه. ورا ما تركنا خليط الكريمه ويا الشوكولات بالثلاجه لمده 45 دقيقه، شوفون برد كل زين. هسه راح نبدي نخفق، راح نخفق الى ان يكون لنا خليط يكون ثخين الى درجه. هسه شوفون تقريبا تطول العمليه تقريبا 5 الى 6 دقائق. الخليط صار تخين كل الزين، شوفون شلون كلش تخين، واحنا نريده بهذا القوام. هنا انا عندي تشيز بيستري باك وعليه دب. طبعا نقدر احنا نبني الكوابة هذه لانه صغيره اياها، نقدر نخليها بالخاشوقه او اي شيء، لا بس هذه راح تكون طريقه ارتب وبسرعه كلش راح تنترس. هسه تشوفون صح، نخلي قليل من هذا عندي. هنا أنا كوابة كل صغار، طبعا تقدرون تستعملون أي كوابة اللي عندكم بالبيت، بس هذه صغيرة إياها تكفي لنفر واحد، وخاصة بمائدة الحلويات دائما تكون موجودة أشياء صغيرة كلش حتى ينطي مجال، لأنه إذا تريدون تأخذون مو بس شيء واحد، ثلاث أربع أشياء حتى تكون صغيرة وتكفيها منها، وتكون طبعا حتى يتذوقون البقية كلها. شوفون شلون بسهولة. ورا ما ترسناها هاي الكلاصات كلها، طبعا تقدرون تزينوها بأي شيء اللي يعجبكم، تقدرون تزينوها بوايت شوكلت، تقدرون تخلون مكسرات، تقدرون تخلون حتى فروت إذا يعجبكم، بس هنا أنا عندي شوكلت مجروش جرش وراح أزينه بها. وصفة كلش سهلة، مقادير كلش قليلة، الكبار والصغار كلهم طبعا الكل يعجبه ياكل شوكولات. وصفة حاضرة حتى نقدمها. راح نبدأ هسه بتحضير الوصفة الثانية اللي هي التشيز كيك، راسبري تشيز كيك كابس. فأول شيء هنا عندي قليل من الراسبري طبعا نفرش اياه، راح اخليه بمصفاة مثل هذه، اريد احصل تقريبا نصف كوب من العصير مالته، راح اخليه هنا في مصفاة مثل هذه وراح اضغط عليه حتى احصل الجوز.
تشوفون هنا حصلنا على هذا الجوز مع الراسبيري، وهي كمية تكفي. في إناء مثل هذا راح أخلي الكريم تشيز، طبعا تركته خارج الثلاجة على الأقل ساعتين حتى يكون ناعس، ما يكون بارد وقوي كلش، حتى بسهولة ينخفق. راح أخفقه بالترحيب. الليمون جوس، عصير الليمون، راح اضيف العسل، نخفق، راح اضيف الجوس اللي حصلناه من الراسبيري. شوفون الخليط شلون صار كلش كريمي. هنا انا عندي ربع كوب مي، مي قليل كلش، راح اخليه بجدر صغير مثل هذا. وعندي هنا ان فليفر جيلاتين، جيلاتين ما بي لا طعم ولا لون، ظرف واحد راح اضيفه فوق المي، وراح اتركه لمده دقيقه دقيقتين. بعدين نخليه على نار، نار متوسطة، ونتأكد بأنه كل الجيلاتين راح يذوب ويما. هسه راح نضيف خليط الجيلاتين والماء فوق خليط الكريم تشيز ونحرك. وآخر شيء راح نضيف كريمة الخفق، نتأكد بأن كل المواد راح تنخلط كلها زين. هسه خلطنا هاي المواد كلها سوا، راح نتركها بالثلاجة. طبعا ورا ما نتركها بالثلاجة راح يتخن كل زين ويصير تقريبا بقوام الموس همينة، لأنه الجيلاتين راح طبعا ينطي له قوام كلش كلش مناسب لهذه الوصفة اللي نحتاجها. راح نخليه بالثلاجة على الأقل لمدة 40 إلى 45 دقيقة إلى أن يتخن شوية ويبرد. ورا ما تركنا خليط الكريم تشيز بالثلاجة لمدة تقريبا 50 دقيقة، شوفون شلون صار ثخين، لأنه الكلير جيلاتين طبعا راح يثخنه أكثر. وهنا أنا عندي كيس بيستري باك بيتب هنا، راح أخلي خليط هنا من عنده وأعبي الكلاصات الصغيرة. راح ابدي هنا، راح اخلي قليل من خليط الكريم تشيز بقعر الكلاص. شوفون شلون بسهولة من دا نستعمل البيستري باك. راح اخلي 2 إلى 3 راسبري بين الطبقتين، واخلي كمية لخ. وزينها النظر الراسبري، وراح استمر تحضير البقية كلها بنفس الطريقة. أشكركم شكر جزيل متابعتكم برنامجنا اليوم سميرة سكتشن. برنامجنا اليوم سويت لكم نوعين من الحلا، طبعا مثل ما تشوفون قدمته بكلاصات صغيرة كلش، وهذه دائما تكون موجودة على ميز الحلويات بمناسبات خاصة، تخرجات أو حتى عمادات تناول. دائما هذا الموسم ناس تسوي هيجي نوع من الحلويات. شوفت لكم طريقتين، سويت التشيز كيك ويا الرازبري، وسويت لكم الشوكلت موس، إن شاء الله يعجبكم. لا تنسوا أن تشتركون في قناتي حتى يوصلكم كل ما هو جديد من وصفاتي في الأسابيع القادمة. Subscribe to my YouTube channel, like my videos, follow me on Instagram, Facebook and TikTok. Recap for today's episode. To start the chocolate mousse cups,
First of all, I place the cream in a small saucepan, place over medium heat, bring to just a boil. Remove pan from heat. Add the chocolate chips, whisk until melted and smooth. Transfer to a glass bowl, refrigerate for 40 to 45 minutes or until just chill and not firm. Using hand mixer, I beat the mixture until thick and firm. Spoon into piping bag, serve in small containers, garnish with shaved chocolate. To prepare the raspberry cheesecake cups, first of all, I prepared some raspberry puree by pressing some fresh raspberries into a fine mesh sieve into a bowl. In a large mixing bowl, I beated the cream cheese. Then I added the lemon juice and beat until well blended and smooth. Then I added the honey and raspberry puree and mixed until well blended. I sprinkled gelatin over water in a small saucepan. Let it stand for 5 minutes to soften. And then placed it over low heat until gelatin is dissolved. And then I let it cool for 3 to 4 minutes. And then I added the gelatin mixture into the cream cheese mixture, stirring well until well combined. Then I added the heavy whipping cream, mix until well blended. I placed the mixture in the fridge for 40 to 50 minutes to just set. And then I spooned the mixture into piping bags, piped into small cups, garnished with fresh raspberries.